فيلم بالنسبه لي فيلم شخصي جدا، عشان كده لما جات لي الفكره من عمر خالد من 3 سنين قلت انا عايز اكتب الفيلم ده جدا، لان انا كنت في وقت من حياتي سلفي، كنت مش سلفي يعني للدرجه، بس كنت ملتزم دينيا وانا في اول الجامعه، وفي فتره في حياتي كنت بحب مايكل جاكسون في المدرسه، فكان عندي على طول عمري ازمه الهويه دي، ان انا واحد بحب الفن جدا 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 وفي نفس الوقت عايز يبقى ملتزم دينيا جدا، فازمه الهويه حاسس انها حاجه عندنا كلنا، وحاسس ان كل الناس هتشوف نفسها في الفيلم بسبب الموضوع ده. حي على الصلاه، حي على الفلاح. كينج اوف بوب مايكل جاكسون. Every scene in the film either happened to me personally or happened to someone that I know closely. I've seen this, I lived this, so I really wanted to make a film about overcoming lack of self-acceptance. تفتكر الشيطان بكر ولا متاهل؟ I wanted to make a very universal film. Wanted like everybody in any way in the world to watch the film and feel the same feelings that an Egyptian Muslim would. يا دودة! جاكسون! بقول لك يا شيخ، انا مؤمن جدا ان الناس ممكن تتخضم الفيلم لما تسمع عنه، بس في الاخر انا متاكد جدا ان الناس لما تشوف الفيلم مش هتحسه صدم في اي شيء، ومش هتحسه مستفز في اي شيء، ولا مهين لاي حد ولا لاي رمز. الكتابه هي كانت اصعب حاجه في الفيلم ده، يعني الكتابه دمرتني نفسيا، عايز احكي حاجات كتير جدا ومش عارف احطهم في قالب واحد، فعشان كده الفيلم خد مني تقريبا 2.5 سنين كتابه، وبس في الاخر انا حاسس ان انا حكيت الفيلم بالطريقه اللي انا عايز احكيها بالظبط.